جايه النهارده متالقه ومتانقه في كامل شياكتها ولباقتها ولياقتها. اول ما شفتها قلت لها ايه الشياكه دي يا مانا مينو، بس ناقصك حاجه. قالت لي ايه؟ قلت لها معقوله نازله من بيتكم من غير حلقه؟ ادي ميه شريف ميه شريف، وقعدت تصوت الا الحلق. قوم ايه؟ ربا كانت وربا عايقه بقى ماشيه بقى ايه بكل الحاجات بقى ما تنزلش. قلت لها تاخدي حلق يا من امينو؟ قالت لها اه هاتي حلق. ربا منور جميل. ازاي تنزلي من بيت من غير حلق؟ معرفش، ومع اني فاكره. فاكره ايه؟ هقول لك اللي حصل. كنت لابسه حلق فضي. لقيتي مش لايق. اه فقلعته، قلت اما اخلص. طب الغويشه فضي؟ لا دي ما بتتقلعش خالص. اه والخاتم فضي؟ ما بيتقلعوش. ليه دي ليه ما بتتقلعش؟ دي كريم كريم ابني ملبسها لي. اه من ساعتها ما قلعتش. في حاجات كده ما تتقلعش. وبعدين فقلعته، قلت اما اخلص بقى هلبس الحلق. نسيتيه على التسريحه؟ اه كوافوز. معلش كوافوز. معلش معلش، بس حلو حلو. التيجر اللي لابساه ده؟ اه تايجر. أوه. اللي هو النمر، بس ده مش نمر. انا ما اعرفش، المهم دي تفتكري الحيوان اللي ما نقوش نفس النقشه دي اسمه ايه؟ انت قلت لي ايه مره؟ انا بتنسي. شيتا. شيتا. نقشه جميله. انت جميله بس ما كانتش موجوده زمان. مين صح؟ دي النقشه دي الشيتا؟ لا طول عمرها موجوده. لا ما كنتش بشوفها زمان. ما كنتش في ايه؟ على الستات وعلى ماما وخالاتي والكلام ده. والله ما كانش في شيتا. ما شفتهاش ايامها. ما كانش في شيتا، كان في ايه؟ عمر مخطط. المقلم. المقلم كان موجود، لكن النقشه دي فعلا مش موجوده. حديثه كان موجود زمان. قماش رمش العين، كريب جورجيت، كريب رومان، الحاجات اللي بتسمع. تفتت الحاج عباس. لا ما سمعتش عنها دي. فرايا وسكينه. فرايا وسكينه. يقول لك تفتت الحاج عباس. تفته 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 تفته. بس هو بيقول تفته. هي تفته في مش تفته، ده من المقاشات الرفيعه جدا. تفتت الحاج عباس وعاده الكلب. لا عاده الكلب ما اعرف في فعلا كده. وماشي اسمها عاده الكلب. والبروكار. بروكار. ست ليلى مراد كانت تلبس فساتين بروكار، ما حصلتش. حاجات ان لا موجوده. والديولين، فاكر الديولين ده طلع مره واحده؟ لا مش عارف. حاجه بوليستر كده. لا كان في لينو. اللينو ده موجود لحد دلوقتي. احنا عندنا اللينو ده عاملين بيه زي ملايات كبيره كده عشان لما نيجي نسافر بنغطي بيها العفش. ايه اللينو؟ ماله؟ حرام ده غالي. لا مش غالي. اللي نو ده قطن 100%. ايوه ايوه بنغطي بيه العفش والقايمه والحاجات دي عشان ما تتطربش في اثناء السفر. ممكن. المهم المهم انت منورانا. الله يخليك. النهارده سفره عامره. الحمد لله. احكي لي ايه بقى ده؟ دي كفته. بتوابل كفته كنور. خلطه الكفته من كنور. كنور. الله الله الله، تحفه وريحتها حلوه. و معاها لسان عصفور بالمشروم. الله 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 يا ولاد، حلوه حلاوه. وما هذا؟ ودي حلوى الارماك. مين هي دي؟ دي ايه حلوى الارماك؟ عباره عن دقيق سميد محمر مع دقيق عادي، وبتتسقي شرب سكر دايب في ميه شبه سد الحنك. اوكي بصوا بقى، احنا النهارده مع منامينو عاملين لكم كفته حلوه قوي بخلطه الكفته من كنور. عايزكم تجربوا الخلطه دي، بتدي اوان بيتعمل فيها كل انواع الكفته بتتعمل بيها، وبنستغنى عن حاجات كتيره قوي ما دام معانا الخلطه دي. حتى الملح والفلفل مش هنحطه خلاص. كنور، اول ما نقول كنور هنقول طبعا احلى مرقه، وعندنا انواع كتير من المرقه، مرقه الفراخ، مرقه اللحمه، ومرقه الخضار باحجام مختلفه. عندنا كمان كنور عاملين خلطه بشاميل حلوه قوي، وفي رمضان احنا بنحب نعمل دايما مكرونه بالبشاميل ومسقعه بالبشاميل والكوسه بالبشاميل ورز بالبشاميل. اعملوه مع خلطه البشاميل من كنور. الكيس بيتفتح ويتحط على اللبن ويغلي، ولا بنحط لا دقيق ولا زبده ولا ملح وفلفل حتى.
تحفه هتعجبكم جدا. كمان كنور مشهوره بفيجيتار وفيجيتار القرمشه الاحلى، وبنعمل بيه حاجات كتيره جدا جدا، وبنشكر كنور انهم معانا هنا بوصفات حلوه في 4 شارع الشريف. طيب نقول اول وصفه معانا من كنور اللي هي الكفته معموله بخلطه الكفته. اتفضلي. كفته بانيه، نص كيلو لحمه مفروم، بصله مبشوره، نص راس ثوم مفروم، ربع كوبايه بقدونس مفروم، ربع كوبايه كزبره مفرومه، ربع كوبايه شبت مفروم، كيس خلطه كفته كنور، معلقتين بقسماط ناعم، معلقه بيكنج باودر، وللطبقه الخارجيه بيض وكوبايه بقسماط، وللقلي زيت. الله عليك. يلا يلا بينا. احنا جاهزين يا حلوين. هنحضر الكبة بتاعتنا. اوكي حاضر، انا بس اسخن لك ده. يلا الكبة هنعمل فيها ايه؟ هنضرب فيها كل المقادير مع بعض، كل المقادير ما عدا البيض والبقسماط. طيب ادي الكبة عندنا، هنجيب لحمة طب احكي لنا المقادير دي عبارة عن ايه؟ احكي كلمي الناس يا منى. طب انا بس الاول عاوزة طبق زي ده. طيب بس الاول نقول المقادير: لحمة مفرومة، بقدونس، كزبرة، شبت. ممكن تحطيهم؟ حطهم. بصلة ما تخبطيش. ما خبطش. ثوم مفروم ناعم. ثانية واحدة. ثوم مفروم ناعم، وبعدين بيكنج باودر. بيكنج باودر عشان تنفش. ايوه بنحط الحاجات هنا. سوري. وبعدين بقسماط ناعم، هناخد شويه دول كمان. حط شويه. ثانيه واحده ما بنحطش على دي عشان في النص هنا، دي انت بتسديها حبيبتي، دي في النص هنا دي، فاهمه انت؟ ايوه. بعدين بس هنضربهم خلطه الكفته. بالظبط. ما احنا قلنا بس مفيش ملح، مفيش فلفل، مفيش ليه مفيش ملح وليه مفيش فلفل؟ امسكيها وقولي لهم. علشان خلطه الكفته بتاعت كنور فيها كل الحاجات دي. اوكي. فبتستغني عن. عايزه نحط الكيس كله؟ اوكي. نحط كيس من خلطه كنور مع الخلطة دي غنية جدا جدا، وبتعمل بيها كل انواع الكفتة اللي ممكن تتخيلوها. خلاص جاهزة؟ جاهزة. واحنا كمان جاهزين. انا ما قفلتش الكبة. طيب واحكي لنا كده من الاول، عشان انت عارفة حطينا لحمة مفرومة. ايوه. حطينا بقدونس، كزبرة، شبت، حطينا بيكنج باودر، حطينا بقسماط ناعم، حطينا خلطة كفتة كنور بس. مفيش ملح، مفيش فلفل، مفيش اي بهارات اطلاقا اطلاقا. وهنضربها في الكبه كويس قوي قوي قوي. ما عندكيش كبه لازم تدعكيها كويس قوي وتخلطيها مع بعض. الخطوه اللي جايه بعملها بشكلها زي ما انت عاوزه، وبعدين بحطها في طبق فرن وعليها شاء ميه صغير، واغطيها بفويل وادخلها الفرن يدوبك يعني 10 دقايق بس كده، وبعدين اخرجها تبرد وبالبيض والبقسماط واقليها. هتبقى حلوه في رمضان دي. انت عايزاها مطحونه قوي؟ لازم. اي كفته بنعملها لازم تنضرب في الكبه كويس، او اللي عنده هون تدق في ما زمان ما كانش فيه غير الهون، غير الهون النحاس. كفايه. اوكي ثانيه واحده، هاتي معلقه بس. فين المعلقه بتاعتنا؟ معاك. انا عايزه انعمها لك اكتر، ممكن؟ طيب تديني فرصتي؟ طبعا. اوكي يلا. انا بحب الكفته تبقى ناعمه، بالذات انت حاطه فيها اسمه بيكنج باودر صح؟ اهي اهي اهي. اوكي هتبقى ناعمه ودي هتتقلي. هي خلاص خلصت كده. اوكي يلا اهي الكفته بتاعتنا، خليها مكانها هنا وانا
عاوزه بقى طبق فرن. هنجيب لك كل حاجه انت بس ايه مش عايزه الجوانتي صح؟ لا شمي ريحتها واحكي لي. ريحتها طالعه وجميل. هنحكي تاني عملناها ازاي. جبنا اللحمه المفرومه حطيناها في الكبه، عليها البصله المبشوره، الثوم المفروم، البقسماط الناعم، البيكنج باودر، خلطه كفته كنور، وضربناها في الكبه كويس قوي قوي قوي. وبعدين هنعملها اقراص، انا بحبها اقراص الكفته البانيه، وهحطها في طبق فرن كده وعليها شقشق ميه صغير. ليه شقشق ميه؟ عشان تساعدها بس تقوم. ونحطها في الفرن؟ في الفرن؟ في الفرن او على البوتاجاز. تخيلي بجد احط ميه عليها هنا؟ بس لما تكملي. اوكي اعملي لنا كذا واحده. او صينيه الومنيوم، اي حاجه. اوكي. لان في حاجه الكفته ما تتقليش على طول وهي كده نيه. اللي بيحصل انها بتكش، بتطلع ميتها وبتتحمر بسرعه وما بتكونش استوت. امي علمتني كده. علمتك ايه؟ علمتني انك يا منى لما تعملي كفته يا منى بخريها كده على النار. حاضر يا ماما. بخريها على النار. طعمها هيبقى احلى طبعا وبتكون مستويه بقى. اوكي ماشي كده كفايه. كفايه. يلا اهي بصوا اهي هنحط لها ايه؟ شقشق يعني معلقه كده بس، ونغطيها بس خلاص. بفويل؟ بفويل وندخلها الفرن. الميه هتطلع اهي. تطلع بالمنظر ده. هعمل ايه؟ هغطيها بالبيض والبقسماط. سهله كده. سهل خلاص. احط البيض اهو، اخد شوكه. ونحطها في الزيت. ها في الزيت على طول. حطها لك انا في الزيت. حاضر. مش المفروض نحطها في الثلاجه؟ لا ما هي مستويه اهي عشان ده الزافيه. يلا ما تقلقش اتكل على الله. اعمليها كده وتحطيها. لا 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 حطيها هنا. انا منظم. لو حطيتك ده ما تقوليش اهو اهو. وحضرتك في بيتك بتعمل كده؟ بعمل كده حضرتك في بيتي. طب خطوات ملهاش لازمه. معلش انا شايف ان ليها لازمه. ماشي اتفضل. استنى استنى استنى. كل شيخ وله ايه؟ طريقه. بس هو المفروض كل تبقى طريقه واحده يعني. لا لا كل طباخ وليه. ما ينفعش نقول كل شيخ وليه طريقه. والله بص يا يعني كل الشيوخ المفروض يقولوا نفس الكلام ونفس المعلومات لان الدين بس مش متغير. صح لكن الشيخ ممكن انت تحطي هنا حاجه انا احط حاجه. فاهمه قصدي؟ بس جاره العاده كل طباخ ليه طريقه. جاره العاده ايوه ان احنا بنقول اللي يقولوا عليها ايه؟ ما هي الكلمه المصطلح غلط. نتعلم بقى المصطلح. انا ضد ان اقول كل شيخ ليه طريقه. كل طباخ ليه طريقه، كل مذيع ليه طريقه، لكن نيجي عند الشيخ ما ينفعش نقول كده، لان الشيخ لازم كل الشيوخ تقول نفس الكلام عشان ما يشتتوش الناس. صح صح. بس ريحتها حلوه. روح اغسل ايديا بقى. ريحتها تجنن تجنن يا اولاد. ايه الحلاوه دي؟ شوفوا سابت لي اخر واحده ما حطيتش عليها البقسماط بس برضه نسيتي. بس اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي مش هزعل منك. هي دي خلصت. انا متعبه على فكره جدا. اهي بقت دهبي وحلوه ولذيذه وتتاكل على طول وتضمن. هي دي حلاوتها تتاكل وهي طالعه طبعا طازه. لا وتضمني ان الكفته مستويه. لما بتتحط نية بقى بتطلع العصارة بتاعتها، بتتحمر قبل ما تستوي يعني ما تفتكروش انها بتكون استوت. طيب كده خلصنا اول اكلة معانا وعملناها بخلطة الكفتة من كنور. أيوة. تاني طبق معانا هنعمله اللي هو لسان عصفور بالمشروم بدل اللحمة. لسان عصفور بالمشروم. يلا اتفضلي. لا سيبيها لو سمحتي. طيب اوكي انت تقولي المقادير. اتفضلي حضرتك. تعالي تعالي تعالي.
يلا اهل مدينه. يلا اتفضلي. لسان عصفور بالمشروم. نص كيلو لسان عصفور، معلقه زيت، مكعب زبده، نص كيلو مشروم طازه، بصلتين كبار مبشورين خشن، نص راس توم مفروم، حبتين فلفل رومي مكعبات، كوباية عصير طماطم، معلقة كبيرة صلصة طماطم، معلقة بهارات، معلقة قرفة، ملح وفلفل ومية. اوكي اوكي اهي يا جماعة بقيت الكفتة بالهنا والشفا، ريحتها تجنن، الخلطة نور عاملة عمايل. يلا يلا يا شريف، عايزه اول حاجه نعملها ايه؟ هنحط اول حاجه هنحمر اللسان عصفور. طبعا اللسان عصفور اهو اتحمر بالشكل ده. انت محمراه؟ محمراه طبعا، لانه الوقت بقى بياخد وقت. هنحط زبده وزيت، الزيت اهو. انا عارف كل الزبده دي. اه مش كميه كبيره عشان دي؟ نو نو. بص بتبص لي ازاي. اوكي ادي زبده نو وادي زيت اهو، كنا ناسيين نحط الصحن عشان ما تحرقش. يلا وادي الزيت، هنحمر ايه؟ مش هنحمر، احنا هنحط، مش هنحمر، استني اصبري. هنحط البصل. لا استني بقى ما يقدح شويه. حاضر. عشان كنت يسخن شويه. انا كنت نسيت احط بتاع على النار، معلش. جل من لا يسخن. لا بس انا ده شغلي، مش مفروض انزف في الشغل، ما يصحش. وانا كل حاجه اقولها تعرضني فيها. ما انا مش مفروض انزف في الشغل عشان انا بقبض. اه يعني انا بقبض على الشغل ده، فالمفروض الواحد في الشغل ما ينساش. مش انتوا بتنسوا حاجه انا بزعق؟ زعقي لي بقى. لا مش هزعق لك. ما هت ايه؟ هتضربيني؟ ولا حاجه. اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. هتعملي ايه في سفره رمضان اول يوم؟ لا مش ليا انا في البيت. مش عارف، انا من الناس اللي ما بتعملش تحضيرات. أوه. ولا بفكر هعمل ايه ولا هسوي ايه. انا ممكن كمان اخد اجازه في رمضان ما اطبخش. اه والله صح. بتزهقي ساعات الطبيخ؟ طبعا. بس دي هوايتك. لا بس برضو هوايتي دي اعملها بمزاج. زي اللي بيرسم عنده. هنحط البصل يا جماعه. البصل كله. البصل. لا هنحط والثوم. بصل. ثانية واحدة. أصل الموضوع هنا مش عاوز إن أنا أحمر حاجة. ليه؟ فاهم؟ ليه ما أنا ليه؟ بس عاوزة أدب. لا هي الأكلة كده. ما بتحمريش البصل ولا لا التوم؟ لا 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 لا. هنحط المشروم. بس إحنا ده حمرناه. آه. لغاية ما بقى لونه كده، لسان عصفور بيتحمر. بالظبط. هنحط المشروم يا شريف. ثانية واحدة بس، ده إيه؟ يقوم كده قومة وأحط لك المشروم. المشروم ده بصوا كميته قد إيه؟ طبعا المشروم ده فيه بروتين زي اللحمة تقريبا. ده بيقولوا كمان أكتر. هو أكتر وأفيد. أه هنحط الفلفل الرومي. ثانية واحدة بس، ده إيه؟ يهبط شوية. أه هو بقى يهبط وأروح حاطة الصلصة وأحط اللسان عصفور والقرفة والبهارات والملح والفلفل. لسه هنقعد نتكلم شوية لغاية ما ده يهبط. هيهبط على طول. بس نسخ. يلا كلميني عن ذكرياتك مع شهر رمضان. بس أفضل. شهر رمضان ذكرياتي لما كانوا العيال صغيرين ويحيى موجود، كنا طبعا اول يوم ده اقول لهم انا عازمكم عندي العيال. مش هم عايشين معاكم في البيت؟ ما كنت يعني معناته ان انا هعمل لهم اكل. اه إيه؟ ورق عنب، رز خلطه، عرق روستو، شوربه. اوكي وبعدين؟ وبعدين بعد كده بقيت الايام ما بتاكليهمش بقى؟ لا باكلهم بقى، بس تاني يوم طبعا بيبقى البواقي اكيد. اه مش بنتعزم بره، بنعزم. بس ما كانش في عزومات كتيره زي دلوقتي. لا سوري، ده زمان كان شغالين. هو دلوقتي في عزومات؟ مش محدش بيعبرك بقى. لا ولا انا كمان. لا 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 ما. ده دلوقتي العزومات مرعبه. لا كبروا يعني، كلنا كبرنا فخلاص بقينا ودي عندها اولادها ودي اولادها واحفادها. في من اصدقائك توفوا؟ لا الحمد لله، ربنا يديكوا الصحه والعمر وطوله البال. آه. طيب وايه كمان ذكرياتك مع رمضان؟ مفيش، هو بس بدفع الافطار. اضرب. دي بقى ايام ما كنا قبل ما نتجوز بقى عند بابا. ايه؟ على النقشبندي في التلفزيون.
ومدفع الافطار ونسمع المسلسلات واحنا قاعدين على الراديو. انا فاكر الشرق الاوسط. الشرق الاوسط دي كانت الف ليله وليله. ده في التلفزيون؟ في الراديو. لا مش فاكر هذا. بتاعت زوزو نبيل. لا بس مش فظيعه. مش فاكر سنه كام ده؟ 60. لا ما كنتش ولدت اصلا. انت لا مالكش دعوه انت. كان يعني فعلا وايه؟ اللي بتقدم الفوازير، فوازير رمضان امال فهمي. اوكي. دي كانت لا انا رائعة. انا بدايه معرفتي بالفوازير نيلي، ست نيلي ربنا يديها الصحه، سنه 77 او 78. اه لا ما صوره و 30 شخصيه و 30 فزوره حاجه زي كده. وبعديها دي كانت على ايام ولادي بقى. وبعديها فوازير شريهان. لا لا استني بس، لا نيلي قعدت كتير، صوره و 30 شخصيه او صوره و 30 فزوره. وبعد كده التومبوكا، ما كانش اسمها التومبوكا، كان ليها اسم تاني، بس هي التومبوكا هي كانت الجهاز اللي بتطير بيه. وبعد كده الخطبه. وبعد كده الخطبه، وبعد كده استاذه شريهان اعتقد. استاذه شريهان بس ثلاث سنين، قعدت ثلاث سنين. اول واحد كان الامثال. ياشي 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 مين فيكم ما عارف ياشي. وبداية اول طله الاستاذه شريهان في الفوازير كانت تقول لك ايه؟ شهر يكلم شهر يعلم شهر يسلم شهر، لما وصلنا لاجمل شهر. شهر يكلم شهر يعلم شهر يسلم شهر، لما وصلنا لاجمل. الله. وبعدين بص انت عمال تقول الحاجات بتاعتك الله. انا بقى بقول على ايامي الله. بعد كده الله يرحمه جه استاذ سمير غانم ثلاث سنين فطوطه. فطوطه فطوطه مخرج انشيكا. طب انت ناسي يحيى الفخراني؟ لا ما هو جه بعد كده، بعد استاذ سمير غانم جه استاذ يحيى الفخراني ومع استاذه صابرين والله يرحمها استاذه هاله فؤاد. ايوه. بعديهم جت شيرين رضا ومدحت صالح. لا ما انا فاكر. وبعديهم شيرين رضا عملت فوازير هي واستاذ مدحت صالح في سنه. بعد كده استاذه نيلي رجعت. بعد كده استاذه شريهان رجعت. بعد كده مش فاكر ايه اللي حصل. ما كانش في فوازير تقريبا ولا كان في ال ال اسمه المشروم. بص المشروم بقى كاش ازاي؟ ابتدى يبك ميته. طب ما تيجي نشوف حاجه من الحاجات دي. يلا. اول فوازير او عاليه صوره و30 فصوره الاستاذه نيلي سنه 77 او 78. يلا تعالوا نشوفها، تعالوا نشوفها. يلا 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 بلاي دوس. ها ايوه ايوه. يا مساء برافو يا استاذه نيلي. دي كانت اول فوازير تقريبا استاذه نيلي تعملها، كان قبليها ثلاثي اضواء المسرح بيعمل الفوازير. طيب تعالوا نرجع للاكله، هوريكم تترات فوازير كتيره قوي دلوقتي. نرجع للاكله دي. طيب الكاش هنحط بقى ايه؟ هدا بكت الميه بتاعتها. اوكي هنحط بقى الفلفل، ونحط بقى البهارات والقرفه والملح والفلفل. والملح والفلفل. طيب لغايه ما نقلب دول. ايوه هعمل لك مفاجاه. مرين. تعالي بقى نشوف استاذه نيلي وتومبوكا. عارفه بدايتها استنوا، بدايتها كانت بتقول ايه في التتر؟ لا مش عارفه. وسقفها يا حبايب، زغروتها يا بنات، وسط بالسلام، فزرت الفزوره الهوا نفلا في الخلا ولا هسه. يلا الخلا ولا يلا. هسه. وسقفها يا حبايب، زغروتها يا بنات، وصف بالسلام، فزرت الفزورة. وسقفة يا حبايب، زغروطة يا بنات، أنا وصف بالسلام، فزرت الفزورة. الهوا ملا فلا، الخلا ولا هسة، ناس إيد الشمع يلا، ورقصهم ولا لسه. لسه واحد اتنين تلاتة، تلاتة أربعة خمسة
والجنسة بالهنا عقبال كل سنة وفكرتنا السنة دي آخر معنانا. اطلع من نفوخي بلاش استعجالات هقول لك كل حاجة بلاش اللخبطة. بتبص بعين ونص بتبحلق فيا ليه حبيب القلب تايه حطير اسأل عليه. وانا جيت بني وفيلا تمتلي النجميات حواليها هو خالص وزرعها اجهزة. ولما سألت ورد عليا جبتم بكة صفر المية جمرك جوي عارفه السكه بس شقيه. قول لي يا جدي اشرح لي يا جدي. 30 كوكب تدخلي كوكب تخرجي منه في نفس اليوم. وقال لي كمان هتلاقي ناس اوصافهم حلوه وناس اوصافهم مش ولا بد. جد طبعا جد وجد بودي جد ولو سقفت جيني رد. ايه 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 بتقولي ايه؟ لو طولت القعدة شوية صفات الناس دي هتلزق فيا. واعمل ايه؟ اعمل ايه لو بهت عليا؟ ايه الهوا انا فلا في الخلا ولا هسه ما تقيد الشمعية يلا رأس ولا لسه يا أستاذ نيلي بهرتيني طول حياتي. I love you. ونقلب نقلب نقلب طيب بنقلب ايه بقى من الأول؟ بنقلب البصلة مع التوم مع المشروم وبعدين أول ما نزل ميته حطينا الفلفل الرومي وهنحط الصلصة كلها؟ كلتها أهو. بيقولوا لي ايه بقى يا منامينو في ودني؟ إيه؟ الخطبه زعلت قالت ازاي؟ ورونا ست نيلي في الخطبه. اجيب بقى شربات. الخطبه بتاعت اهل زمان اللي جربها دايما مليان بصور فتيات وصور فتيان غربة وبنخليهم قرب غربة قرب. المخطوبة تشوف التصاوير وتجاوب سؤالات الخطبة. الخطبة بتاعت أهل زمان. شكرا يا أستاذة نيل حاجة لطيفة جدا. إيه الإبهار ده؟ الراحل أستاذ فهمي عبد الحميد الله يرحمك. إيه الإبهار ده بجد؟ طيب هنحط إيه بقى دلوقتي؟ خلاص انا عاوزاها تبقى كده لان لسان عصفور هيستوي فيها مظبوط. بنغطي المفروض البتاع دي؟ لا 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 هننقلها في طاجن ونغطيها بميه وتخش الفرن. برضو هغطيها بفويل لحد ما يبتدي يغلي واشيل الفويل واسيبها تتشرب. طيب استني كده هنعمل كده نجيب ناولين الطاجن. حجي اتفضل حكي اهو الطاجن. طب تعالي هنا في الفسحه اهي. اتفضل الفسحه اهو. عاوز معلقه؟ مش عايزه اوقع. في حاجه وقعت؟ لا شاطر يا شيخ انك لا متمكن. فين اهو اتفضل ظبط حجي. نحط ميه ولا كفايه كده؟ لا عاوزين شويه ميه نغطيها. ميه سخنه ميه من الحنفيه مرقه الموجود اهو يا دوبك تغطيها وزياده بصباع بس. نغطيها بفويل؟ عشان تغلي. انا بغطيها بفويل بس عشان تغلي. اول ما تغلي بشيل الفويل واسيبها. على درجه حراره كام؟ على درجه حراره 200 في رف الوسطاني الشبكه ما تتحطش على الصاجه اهي. هتخش الفرن. قبل ما ندخلها الفرن تعالي نروح نشوف الاستاذه شريهان واول فوازير عملتها. شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لاجمل شهر. يلا شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لاجمل شهر. شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لاجمل شهر.
يا شي يا شي يا شي يا شي مين فيكم ما عرف هالشي يا شي يا شي يا شي يا شي مين فيكم ما عرف هالشي واللي ما عرفش يسأل وهي معلومة ببلاشي وماشي ها مش مركزة معاك. شكرا يا أستاذة شريهان يا حبيبة قلبنا يا متألقة يا يعني مش عارف أقول لك إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. طيب إحنا كده خلصنا إيه؟ خلصنا الكفتة البانية. وأول ما قلنا الكفتة البانية عملناها النهاردة بكنور خلطة كنور يعني النفس عليكي والطعم علينا وصفات اقتصادية رمضانية. عملنا إيه كمان؟ عملنا طاجن لسان عصفور بالمشروم. آه هنحطه في الفرن قد إيه؟ هنحطه في الفرن تقريبا نص ساعة ساعة الا ربع. اوكي اوكي لا استني قبل إيه؟ الاغنية لا لسه الله يرحمه استاذ سمير غانم لما طلع علينا بفطوطة وعمل حالة ابهار للدنيا كلها. فطوطة يلا. فطوطة دوتا دوتا فزورة زورة 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 حدوتة دوتا دوتا مخطوطة مشهورة. قولني تاني فهمهالي. فتوتة شخصية صغنطوطة لكن بيفتتني الكون مرة يفتتني بحدوتة أصحى ألاقي نفسي نابليون وشاطف فيكم يا ربي أنا أطلع بيه فتوتة رجعني أرجع صبور لحقاني. الله يرحمك يا أستاذ سمير غانم يا حبيب القلب الله يرحمك ويحسن إليك. طيب شفنا تترات أو أجزاء من تترات فوازير فكرتنا بزمان وأيام زمان ورمضان زمان وحلاوة رمضان زمان. طيب خلونا بقى دلوقتي قبل هنعمل ناقص لنا ايه صنف الحلويات اللي اسمه ايه حلوى الارماك الايه الارماك الارماك هنعملها بس خلونا الاول نسمع ابو عيون جريئه اللي عند ليبي عبد الحليم حافظ بصوت مؤمن خليل. فاصل نرجع له يعمل حلويات خليكم على سمحته. مزيكا
أربعة أربعة شارع شريف. الست دي في الفاصل بتقول كلام فظيع يا جدعان. مش صدق. ده انت يا شريف والله العظيم. ايه ده الاحراج ده؟ اشقى راجل في العالم. بقول لك ايه؟ قول. انت بتقلبي في ايه؟ لا بس ما انا دي مرحله. اتلخبطتي. لا مرحله. طب بالنسبه لده ايه؟ دي حلوه الارميك يا جماعه، هي اسمها الاصلي كده. شبه سد الحنك. دي انا محتاجه ناكل منها. ايوه بالظبط، بس تاكلها سخنه ملهلبه عشان اتحروق. يلا نقول المقادير. كوبايه دقيق سميد، حلوى السميد اللي هي الارميك، كوبايه دقيق سميد، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه سمنه، ربع كوبايه زيت، كوبايه ونص سكر، ثلاث كوبايات ميه، معلقتين كبار جوز هند، معلقتين كبار سوداني، معلقه صغيره قرفه، ربع معلقه صغيره فانيليا، وللتزيين سوداني جوز هند وقشطه. يلا. انا بحط حل على النار كده، شيل الغطا، وبحط الزبدة والزيت. احط الزبدة بقى دي كلها، لان هو بقى دي حلوة شتوية مليون المية. ده بمناسبة ان الدنيا حار. ماشي. وزيت. وزيت اهو كفاية. وهنحط الدقيق السميد. بصوا. والدقيق العادي. وهنفضل نقلب وما تشيليش ايدك لحد ما هيبقى لونه كده اهو. لان هو بياخد وقت. طب بس نعمل حته بس كده. نشوف بس الزبده تسيح. هنقعد يا جماعه نقلب نقلب عشان ما يتحرقش. ما يتحرقش طبعا، لغايه اما الدقيق والزبده يتشربوا بعض، هيبقوا زي الكريمه حاجه واحده بهذا. أيوة. المنظر. وبعدين يبقى لونه بقى اهو اللي هو الايه الذهبي. اوكسيدي. اوكسيدي. هو محتاج بس سنه كمان صغيره. نستنى شويه صغيرين. لا بصراحه مش هنلحق. طيب هنحط عليه في المرحله دي بقى الايه، هكون مدوبه الكوبايه ونص سكر في ثلاث كوبايات ميه. هحطها كلها؟ ايوه. وهنقلب لحد ما يتخن. نجيب لك مضرب؟ لا 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 لا، هو هيتخن على طول، ما بيغيبش. مش 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 ما تخافش ما تخافش. تفحتي. واول ما يبتدي يتخن يعني يتشرب الميه اللي نزلتها دي حطيتها، هنحط القرفه والزبيب والسوداني، وبعدين يا اما ده هيتقل. زبيب. يا اما نغرفه في طبق زي ده كده يعني. ده بعد ما يغلي هنحط ايه؟ اكنه غلي. اكنه غلي؟ لا يتخن. يتخن يعني. هنحط بعد ما يتخن هنعمل ايه؟ زبيب سوداني، قرفه وفانيليا، وجوز هند ما تحطهمش كلهم. ونقلب. ونقلب. هيتخن. عامل زي زي كده زي البشاميل التقيله. ماشي. ها؟ أوكي. هنغرفها يا اما في طبق ونزوقها لا 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 خلاص، ونزوقها بالمكسرات ويتاكل دافي فعلا وعليه قشطه. هيبقى زي اللي هناك كده المطعم. بالظبط. في قوالب او بالمعلقه. حلو قوي. طيب ممكن حضرتك لو سمحتي بعد اذنك تحكي لنا عملتي ايه النهارده؟ عملنا ثلاث اصناف. اول صنف؟ اول صنف الكفته بانيه بخلطه كنور. طيب عملنا النهارده الكفته البانيه مع كنور، واول ما نقول كنور هنقول النفس عليكي والطعم علينا، وبنعمل وصفات اقتصاديه رمضانيه. عملنا ايه كمان؟ وعملنا لسان عصفور بالمشروم في الفرن. وعملنا حلوى القرمي. بشكرك مرامين. فاصل بعد الفاصل نرجع لكم مع سعاد سليمان. خليكم على صباح اربعه.